وزير جيش الاحتلال يؤف جالانت قال في تعقيب على عملية الاغتيال الجوية إن إسرائيل ستتخذ نهجا هجوميا واستباقيا ضد الناشطين الفلسطينيين في الضفة باستخدام كافة الوسائل المتاحة لتدفيع المسلحين الفلسطينيين ثمنا باهظا على حد تعبيره. حول هذا الموضوع وحول هذه التصريحات ينضم إلى الآن الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك. يعني ربما عن قراءتك أولا لما جرى أمس من عملية الاغتيال عن طريق طائرة مسيرة. أولا، هذه العملية في القانون الدولي جريمة، هي جريمة اغتيال وإعدام بدون محاكمة. على الجانب الآخر، جيش الاحتلال دائما بعد فشله في تأمين المستوطنين وفقدان المستوطنين للشعور بالأمن الشخصي، فإنه يخضع لضغوطهم ويلجأ إلى عمليات استعراضية لكي يقول لهم أن يده لم تزل العليا في معادلة الصراع. جيش الاحتلال فشل في جنين، ثم أعقبه فشل آخر في تأمين المستوطنين في منطقة في مستوطنة علي. لذلك كان من المتوقع ومن المرجح أن يلجأ إلى خطوة أخرى ليعطي جرعة للمستوطنين يعزز فيها شعوره بالأمن الشخصي ويستعيد صورته بأنه القوة ذات السطوة واليد الطويلة في معادلة الصراع. على الجانب الآخر، القراءة الأكثر هدوءا لما جرى في خلال الانتفاضة الأولى، كان هناك عندما تم إعادة بناء قوات المستعربين الإسرائيلية التي كانت تقتحم المدن الفلسطينية، يعني متنكرة بزي فلسطيني الاعتقال واغتيال الشبان. كان ذلك انطلاقا من نظرية بلورها يعني أحد كبار ضباط الجيش الذي بات لاحقا رئيس الحكومة وزيرا للجيش، هي نظرية الام 16 بدل الاف 16، اي التنكر والدخول الى معاقل الشبان الفلسطينيين المنتفضين بواسطة الام 16 بعد التنكر وليس استخدام الطائرات. وعندما سقطت هذه النظرية في الانتفاضة الثانية، لجأوا الى الاغتيالات من الجو، وها هي الصورة تتكرر مجددا في جنين. باتت عمليات المستعربين تقريبا يعني بحسب التقديرات الإسرائيلية مخاطر تكتنفها مخاطرة كبرى، واحتمال أن يسقط هؤلاء يعني قتلى بيد المسلحين في مخيم جنين. في العملية الأخيرة أصيب 5 من عناصر هذه الوحدة في تفجير العبوة الناسفة أثناء تصدي الشبان لهذه الوحدة. ولكن على البعد الاستراتيجي، هذا يشير إلى أن جيش الاحتلال وقوات المستعربين شيئا فشيئا يعني قد تخرج من المشهد لكي في ظل يقظة نعم، يعني أنت الشبان. تتحدث عن تغير، ربما أنت تتحدث عن تغير في سياسة الاحتلال وفي سياسة جيش الاحتلال بالذهاب إلى الاغتيالات جوا بدلا من دخول المستعربين للمناطق. هل هذا ربما سيكون فقط لفترة قصيرة ربما، أم أنه سيمتد لسنوات؟ يعني هذا الأمر غير مستبعد أن يمتد لسنوات. الصراع لن يعني المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستظل مستمرة، ولكن هل ستظل نفس الفاعلية؟ ربما الشبان
سيتخذون إجراءات وقائية ستصعب على جيش الاحتلال يعني استهدافهم جوا مجددا، كما اتخذوا ونجحوا باتخاذ إجراءات وقائية لتحييد المستعربين من تنفيذ عمليات الاغتيال بشكل نسبي، فإن الشبان بالطبع يعني سيتخذون إجراءات وقائية أخرى. هذه يعني لعبة عض على الأصابع، نعم كل طرف يحاول أن يحسن من قدراته ويتجنب أخطاء قد يكون وقع طيب، فيها كل ذلك مفهوما. لتفهم. نعم، يعني عندما نتحدث عن قيام طائرة مسيرة باستهداف سيارة، ربما هذا يعيد إلى الأذهان ما كان يحصل عندما تم اجتياح جنين، وعندما في الانتفاضة الثانية كان سياسة جيش الاحتلال هي القصف عن طريق الطائرات. هل من الممكن أن يعود هذا المشهد أم أنه مستبعد؟ كل شيء وارد، الاحتلالات مفتوحة والتطورات متسارعة، ويعني قدرة الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال على السيطرة في ظروف مخبرية تتآكل شيئا فشيئا. حتى الجيش الإسرائيلي يعترف أنه لجأ إلى هذه الخطوة بعد أن تآكل الردع. منظري الحرب في إسرائيل يشخصون الظاهرة هكذا، هذا الجيل الفلسطيني الجديد، معظم النشطاء الذين يعني يتحملون عبء المواجهة المسلحة والعمليات الفردية، كانوا عندما تم اجتياح مخيم جنين كانوا أطفالاً أو في أبعد تقدير يعني في الغالب الأعم صبية. منظري الحرب الإسرائيليين الآن يقترحون، يقولون أن هذا الجيل لم يتعرض لصدمة تثنيه عن مواصلة العمل المسلح، فلذلك هناك ضرورة لاستخدام الطائرات وربما المدرعات والمدافع لصدم هذا الجيل الفلسطيني الجديد. ولكن يعني التجربة أثبتت أنه كلما استخدموا المزيد من أدوات القمع والأدوات العسكرية الفتاكة، فإن يعني الفلسطينيين وهذه الأجيال الفلسطينية تواصل الإصرار على يعني استخدام حقها في مقاومة وفي الاحتلال. الدفاع، يعني وكل ذلك مفهوم، ولكن نحن نتحدث عن سياسات جديدة في جيش الاحتلال أكثر هجومية وأكثر عنفا. عندما نتحدث عن طائرات مسيرة بإمكانها أن تغتال في أي لحظة أي سيارة تشتبه بأنها قد تنفذ عملا مقاوما، وأيضا عن هجمات المستوطنين المتكررة والمتتالية والتي أصبحت أكثر اتساعا، نحن نتحدث عن تغير في الواقع على الأرض. كل ذلك ما الذي يملكه ربما المواطن الفلسطيني في المقابل؟ يعني ما يجري على الأرض، سواء مشاركة كما تشير التقديرات الإعلامية والعسكرية الإسرائيلية، مشاركة المئات من الإرهابيين في الاعتداءات المنظمة المتزامنة المخططة والمدبرة جيدا، وتصعيد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وانتزاع المسجد الأقصى المبارك بتقسيمه وتكريس هذا التقسيم كما يجري حاليا. هذا هو برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية، انتزاع الأرض، قتل ما يمكن قتله لدفع هذه الأجيال الفلسطينية إلى الهجرة. هذه هي خطة سموتريتش وبن كفير وأيضا خطة حزب الليكود. الشعب الفلسطيني ليس أمامه سوى يعني الصمود والصمود والصمود، كما يعني واجه هذه القوة منفردا منذ أكثر من قرن. هو الآن منفرد يعني محاصر كما كان منذ بداية
المشروع الصهيوني ليس أمامه إلا الوحدة ومواصلة الصمود بكل الطرق وباستخدام كل الاستراتيجيات والطاقات المتاحة. نعم، إذن الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي السيد أنس أبو عرقوب حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام في كل